فعليه بالإيمان بالقضاء والقدر، وعليه بتفويض أمره كله لله تبارك وتعالى. فإن الله يكفي، فإن الله يكفي. وعليه وعلى كل واحد منا أن يستقيم ويلتجئ إلى الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا فأنت في أوامرك ونجتنب نواهيك. كلمة لبغي ديال الجلدة يحضر قدام المقر هنا، لبغي ديالها لبغي ديال الجلدة يحضر قدام المقر بغي جلدة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا فننتفع أوامرك ونجتنب نواهيك. اللهم من أرادنا بشر فرد كيده في نحره، اللهم من أرادنا بشر فرد كيده في نحره. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما جعلت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين. اللهم اطهر وجه المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم حسن أحوال الأمة، اللهم حسن أحوالهم واكشف أمتهم وحسن أعراضهم وأموالهم ودماءهم. اللهم انصر من وليت مؤامرا محمدا السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا مقصرا، اللهم وفقه لما تحبه وترضى، اللهم يا ربنا ارزقه بطانه صالحه مصلحه. تأمره بالبر وتحضه عليه، واحفظ اللهم في ولي عهده وفي شقيقه وفي اسرته وفي شعبه انك على ما تشاء قدير وبالاجابه جدير. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا واجدادنا، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم تب عليهم، اللهم افتح عليهم ابواب رحمتك، اللهم افتح عليهم ابواب الخير والتيسير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعلم علينا نعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الأمن والأمان والسلامة والكساء والعصمة من كل شر وفتنة ومكروه. اللهم قنا شر أنفسنا وشر ألسنتنا وشر ذنوبنا ومخالفاتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح أولادنا، اللهم اصلح أولادنا وأصلحهم وأرشدهم وأرشدهم واهدهم واهدهم. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم أرنا فيهم كل ما نحب، اللهم أرنا فيهم كل ما يسرنا في حياتنا وفي مماتنا يا رب إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام وتوفنا على الإيمان والإسلام هذه الهدية راضية مطلوبين يا رب إنك على كل شيء قدير. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وارشد رحمتك واحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وارشد رحمتك واحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وارشد رحمتك واحي بلدك الميت، اللهم اسقنا رزقا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا رزقا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا رزقا ولا تجعلنا من القانطين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الاسماء من النفس الاماره بالسوء والشيطان اللعين، ونسالك يا ربنا القبول وحسن خاتمه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.